لما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وسأله السائل متى الساعة، البعض ظن أنه لم يسمع، والبعض ظن أنه سمع ولكنه كره مثل هذا السؤال. فبعد أن انتهى وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة. أراه يعني أظنه، ضم الهمزة تجعل هذا الفعل بمعنى الظن. من السائل؟ فالرجل أجاب وقال ها أنا يا رسول الله، أنا الذي سألتك عن وقت قيام القيامة، ها أنا يا رسول الله. فأجابه الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وقال له فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، القيامة تقوم حيث لا تكون الأمانة. وما المراد بالأمانة؟ أهي الوديعة يودعها الإنسان عند أخيه فيخونه، أم هي مجرد الأمانات الأخرى، أم جوارح الإنسان، أم التكاليف؟ الذي استقر عليه رأي المفسرين ورآه الكثير منهم أنه أرجح وأقوى أنها تشمل التكاليف الشرعية. فإذا ضيعت فانتظر الساعة دلالة على تضارب الأمور واختلال التوازن الكوني. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فبادر صاحب السؤال ليرتب على هذه الإجابة سؤالا آخر، فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال له وكيف إضاعتها، يعني كيف تضيع الأمانة يا رسول الله. انظر إلى الإجابة تعلم المراد بالأمانة. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر يعني إذا أسند الأمر إلى من ليس كفءاً له وتولى قيادة العباد أو البلاد أو الحكومة أو الوزارة أو الإمارة أو المؤسسة، من ليس كفءاً ولعبت الأهواء بالناس واختار أصحاب الأهواء أهلهم وأهل الحظوة عندهم، إذا وسد الأمر إلى غير أهله هنا تضيع الأمانة، لأن الحكم أمانة ولأن التكاليف أمانة ولأن القيام بكل ذلك أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأداء الأمانة واجب على الجميع، حتى وإن خانك، حتى وإن خانك أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالذي ولاه الله أمر العباد أو البلاد أو المؤسسة أو الحكومة أو الوزارة أو أي عمل من القاعدة للقمة، لو أعطى منصبا لإنسان ليس كفء ولكن أعطاه إياه محاباتا اختل النظام والتوازن وكان خائنا للأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر أمتي شيئا فولى عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله.
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. سبحانك يا رب. انظر يا من تحابي أقاربك وأبناء بلدك وأهل الحظوة عندك ومن يقرب المقربين ويبعد أهل الكفاءة والجدارة. إذا وليت أحدا محاباة هذا جزاؤك، إذا وليت وفيهم من هو أرضى لله منه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. الذي يتولى أمر جماعة ثم يولي عليهم أحدا محاباة، وهذا أمر يكسر كثيرا، حتى إن أبا بكر لما وصى يزيد قال: إن لك قرابة، عسيت أن تؤثر أحدهم بالولاية، احذر. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر أمتي شيئا فولى عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، يعني مطرود من رحمة الله. من ولي من أمر أمتي شيئا فولى عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. لا يقبل منه صرفا ولا لا توبة ولا فداء. لما كل هذا؟ لأنه عمل على تخريب المجتمع وطمس المعالم وظلم الناس وإقصاء أهل الجدارة والاستحقاق. اللهم اكشف عنا البلاء ورد عنا ما نعلم منه وما لا نعلم.